السلام عليكم. مر زمان على الشاب العراقي هدف من إكمال الدراسة في سبيل يقلل مدة الخدمة الإلزامية بالجيش. طيب، إذا كان الشاب هو معفي من الجيش بسبب كف بصره، شنو اللي يدفعه ما يكتفي بالبكالوريوس بل كمل الماجستير وتحمل كل هذا العناء والتعب، خاصة بزمان ما كان لا أكو تقنية ولا أكو أي طريقة للكفيف حتى يواصل دراسته؟ ضيفنا راح نسولف وياه ونسمع قصته وتجربته، اللي رغم المعاناة ورغم الألم لكن أخذ شهادة الماجستير واليوم هو أستاذ جامعي، الأستاذ عمر فلاح، ضيف لهذه الحلقة. حياك الله أستاذ عمر. حياك الله أستاذ معاذ، وتحياتي لك وكل الكادر. ربي يحفظك ويخليك. أستاذ عمر، الناس كانوا من إحنا كنا مكفوفين ونعرف هذه القضية. أي طبعاً. الناس من تشوفنا ندرس يسألون هذا السؤال، أنت شنو وراك عسكرية؟ أقعد واسكت. طيب، أنت شنو اللي دفعك تكمل ماجستير بعد ما تحملت كل المعاناة أثناء دراستك بالبكالوريوس، وأكيد قبلها بالابتدائية وبالمتوسطة وبالإعدادية؟ والله يا أستاذ معاذ، شوف، يعني هذول اللي يقولوا لك أقعد واسكت، أنت لو ترجع لهم، يعني ماكو واحد من عندنا ما تعرض لهذا الشيء. طيب، يعني هذا دليل على شنو؟ دليل على قلة الثقافة. يعني هم شو يعتقدون؟ يعتقدون أنه المكفوف يعني شغلات بسيطة على قد، يعني لو يعني قارئ القرآن، لو مثلا جامع، لو شيء، ولا زغرم بذولة، بالعكس هذولة فد شيء يعني مميز. بس الحياة يعني هي مو بس هذه الأمور، الحياة أنه يعني حالك حال أقرانك، تكمل دراسة، تصير باشر، عقب يصير عندك مستقبل، عائلة، تكون أسرة، تدرس طلاب، يعني هم ذولا ما مفكرين بيها. طيب، وانت لو تلاحظ اللي يحشون هذا الشيء أكثريتهم حتى لو بالدراسة من يمتحنون، من دائما نشوف لو درجاتهم ضعيفة، لو يرسبون، يعني انت ما تلقي هذا السؤال، هذا الكلام والحكي من شخص مثقف. صحيح صحيح. طيب أستاذ عمر، أنت مثل ما نقول هذه قضية صارت من المسلمات، طبعا ممكن حضرتك تكتفي بالبكالوريوس وتحصل لك أي وظيفة، شنو اللي دفعك أنه تروح تكمل ماجستير وتتحمل كل هاي المعاناة مع العلم أنت شفت المعاناة بالبكالوريوس؟ صحيح كلامك، لكن أنت شوف شنو اللي يخليك بالبكالوريوس؟ أنت من كملت كانوا ويانا بالمدارس العادية، درسنا بيها، أساتذة مكفوفين. تعرف أنت طلاب المدارس يكونوا بعدهم يعني ما عندهم وعي كامل، والأستاذ المكفوف يتعبوه بالدراسة فعلاً. يعني تتعرف هذا اللي يدخل ويطلع أنت شو مدري كبير، هذا اللي يسوي لك فشي، يخلي لك فشي، يعني يفد إشارات، فد إشارات، فد شيء. فمن تروح وسط الكلية تلقى الطالب وصل مرحلة من البلوغ والنضج الفكري اللي يخليه أنه يعني هاي الشغلات كلها ما يفكر بيها، يتجاوزها ويعاملك بكل احترام. وإضافة للوسط الجامعي، الوسط الجامعي يعني طبقة راقية، ناس مثقفة أكثر. أكيد. طيب، يعني قدمت ماجستير، شلون قدرت تمشي أمورك؟ يعني الماجستير أولاً يراد واحد يقرأ لك، يراد تكتب بحوث، يراد تروح المكتبات. زين، بالمكتبة شلون راح تعرف الكتب؟ شلون راح تقرأها؟ هذه الأمور شلون قدرت تتجاوزها؟ والله شوف، خلينا نحكيها من البداية، يعني من المرحلة المتوسطة خلينا نقول إلى حد إكمال الماجستير، أنا بصراحة كل كان والدتي وياي يعني تكتب لي وتقرأ لي، وهذا أوقات الله يسلمك تسلم، أوقات اللي كاسيتات، يعني تعرف أنت مرات المراحل كلها ما بيها. صحيح. يعني لو تجيك نسخ تعبانة وأنت مر بهاي الحالة. صح، إي عانيت فعلا. إي. نعم. وبالنسبة للماجستير أنت ما تقدر تسوي كل شيء إذا مو أحد وياك. أكيد. اي، فمساله البحوث انت لازم تاخذ اسم المصادر. طيب، تروح اذا تتذكروا بالمكتبه الاندكسات، هذين المجرات ماكو الاندكس، اي انت تطلع الليبلز مال الكتب والبطائق وتروح على القاعه الرئيسيه مال المراجع. طيب، شوفه موجود وما او ما موجود. اي، فاتذكر صارت بوقتها وياي مفارقه، يعني كان صديقنا سيف ابو احمد، تحياتنا له، تحياتنا له. كم مره رحت وياه؟ اكثر من مره. مره طلعت الليبلز البطايق
كلهن حصلتهن. طيب كملت رجعتهن. المرة الثانية نقصن واحد، المرة الثالثة نقصن واحد، على التنازل الآن ما طلع لي ولا واحد. أوف، كلهم ماخذين. والمشكلة مو هناية، المشكلة تتاخذ الكتاب الفقرة أو الموضوع اللي أنت تريده. أكو طلاب ضعاف نفوس، شو يسوون؟ يعني ياخذ الكتاب الموضوع ماله ما يكلف نفسه يروح يستنسخه، يشق الأوراق من الكتاب ويرجعه. أوف، يعني قد موضوع ياخذه يشقه ويروح. أي ما لا يستنسخه ولا شيء، تروح تدور. تعرف موظفة المكتبة ما تقعد تصفح الكتاب ورقة ورقة وبينقص وتفرغ غرام على الطالب، شو تريد تصير هي؟ طبعا هي وحدة بالمكتبة. أي فهاي كلها هم كنا نعاني من عدها. الموضوع اللي تريده ماكو، طاير الأوراق مالته. لا إله إلا الله، يعني كل الكتاب موجود بس موضوعك أنت ما موجود. ما تريده، هالقد ما عليه سحب مثلا. طيب هذا ما سوى عندك فد شيء من الإحباط؟ يعني أنه أنت كل هاي المشاكل والعقبات تواجهها، ما صار عندك شيء من الإحباط؟ والله هي مرات بس بالبداية، إحنا نعرف هوايك وكملوا قبلنا مرة وبهالمرحلة حالنا من حالهم. طيب تنقلك، روحتك جيتك، منو كان يساعدك بيها؟ والله التنقل أنا كان أكثر شيء، مرات والدي يوصلني، مرات مثلا لو أخذ تاكسي لو شيء يعني ماشية، بس هي بيها صعوبة. أنت حتى لو وصلت لازم واحد وياك حتى ينزلك، تعرف أنت المجمع مال باب معظم كبير. صح، كبير وأنت كفيف. أي يعني سواء أبو التاكسي من ياخذك يوصلك للباب بس ما ينزلك. زين مرات إذا نقولهم للحرس الموجودين بس يوصل أو أطلع عادي، يعني أوصل للقسم، البناية مال القسم أعرف شكلها يعني. حلو، أعرفها، يتنقل بيها براحتي يعني. أي بس أوصل للقسم خلاص، يعني مثل هسه بالكلية نفس الشيء. بس أدخل باب أوصل قريب على المصعد مال القسم أو الدرج، أقدر أندل طريقي بعد. طيب واجهت تنمر بحياتك؟ يعني خاصة فترة دراستك سمعت فت كلام مؤذي كذا؟ هي هاي مسألة عادية بالأخص لما تنتقل من الابتدائية اللي كان معهد النور إلى المتوسطة أو المدارس الاعتيادية. هاي من الكلام اللي يقول لك انت ليش ماكو داعي تكمل، انت لو تبطل احسن لك، لو ما ادري شنو. يعني اقول له ماشي، لما يقول لك انت تقول له شنو، انت راح تعايشني مثلا؟ فعلا. وحكيتها انا ببدايه اللقاء، قلت انه هذول اللي يسوون هذا الشيء فعلا هم اصلا ناس نقدر نقول عليهم جهله. جهله فعلا، يعني لا يعني حتى بدراسه لا علم ولا فهم ولا، وتلقيه هو حتى بالدراسه لو يطلع لك يطلع بكلهن ولا يدير بال. فعلا فعلا. طيب يعني قضية الأساتذة، يعني وأنت كفيف شفت أكو يعني هذا فتح لك باب للتعاون وياك أكثر لو حالك حال الآخرين؟ والله الأساتذة بكل المراحل كانوا كلهم زينين. جميل. أي ما فد يوم عانيت من أستاذ ولا أبد، بالعكس الله يرحم اللي راحوا والله يطيل عمر اللي باقين. أكيد. ما عندك فد مشكلة يعني مثلا صارت بسبب أستاذ أو كذا؟ لا يعني الحمد الوضع لله كان تمام. لا الحمد لله ما صارت، بالعكس الأساتذة كانوا محترمين كلش يعني. طيب يعني هذه الانتقالات من الابتدائية للمتوسطة ومن المتوسطة الإعدادية بعدين للبكالوريوس إلى الماجستير، إيش أحدثت فوارق بحياتك؟ والله يشوف أستاذ معاذ كل مرحلة لها خصوصيتها. أي يعني إحنا كنا بمعهد النور، أوكي كملنا انتقلنا لل مراحل المدارس الاعتيادية وللكلية. شوف الدمج هو تحصيل حاصل. طيب يعني إذا ما صار بالمتوسطة يصير بالإعدادية، إذا ما صار بس ليش ما واحد يتعود عليه من البداية بعد الابتدائية؟ الابتدائية ضروري تتعلم برايل، تقرأ كذا، هم لازم عندك طريقة تقرأ وتكتب بها حالك حال الشخص الاعتيادي. أكيد. بس الدمج أفضل، يعني راح تتعرف على باقي شرائح المجتمع، تكون المحيط واسع. فضروري يعني هي كل مرحلة إلها خصوصيتها وإلها طعمها الخاص. أكيد. يعني أنت من خلال هذه الانتقالات اللي صارت عندك اكتشفت أنه الدمج هو اللي يعني يخدم الكفيف أكثر من العزل بمدارس خاصة؟ لا طبعاً أفضل بهواية. طيب بذاك الزمن ما كانت طريقة بريل بالماجستير، يعني ما كانت مصادر كذا بطريقة بريل أو عندك أدوات ممكن تكتبها؟ لا ماكو، ما موجودة هي، بس تطلع من المتوسطة كل شيء ينتهي. من الابتدائية كل شيء ينتهي. طيب أستاذ عمر، إحنا حكينا بداية الحوار أنه إحنا لفترة من الزمن موضوع الكاسيتات أكيد واجهت عقبة بهذا الموضوع، صح؟ عادي. مثل إيش كانت المشاكل؟ يعني مثلاً بيوم الامتحان علس الكاسيت. أها. أي.
شلون تعالجها؟ مو نجيب الكتب المنهجيه. طيب مثلا هذا الكاسيت بين فلان من فلان موضوع لفلان موضوع. تفترض تروح على احد يقرا لك. حتى تحل الموضوع. طيب. يعني مو ما تروح على الاستاذ تقول له اجل الامتحان واحتمال ما ياجلك. طبعا. اي ما ترهم يعني. طبعا. طبعا. زين. بعد ما كملت الماجستير شنو اللي وقفك عن الدكتوراه؟ والله قدمت تقريبا مرتين وما صارت. وهم انا يعني الصراحه نكون صريحين ما حد وياي يعني. يعني تعبوا والدتي تعبت خطيه ما تقدر بعد. صح. اي طيب يعني ما تحس احنا خاصه بزمان الحمد لله موجوده تقنيات وكذا ممكن تخدم الكفيف، ما تحس انه هذا راح تخدمك بالدكتوراه؟ هي بس ما تغني. اي يعني تبقى الحاجه للناس، تبقى الحاجه تحتاج لك واحد وياك بالتنقل بالروحه بالجيه بالمصادر من تروح تجيب كتب. طيب استاذ بعد ما اكملت الماجستير بايش قد وحصلت على تعيين؟ تقريبا شهرين الا شهر ونص. ما واجهت مشكله بالتعيين بسبب كف البصر؟ كان الامر طبيعي؟ كان الامر طبيعي لان اكو اساتذه بالجامعه هم مكفوفين ويانا فمش الموضوع عادي يعني. مو اول حاله هي. طيب يعني ما كان كف البصر فد عائق يعني بالنسبه لك؟ لا الحمد لله. جميل. طيب استاذ عمر اذا نريد نسولف بخصوص رسالتك شنو كان عنوانها رسالتك؟ كان عنوانها اهل الصفوه في عصر الرساله والخلافه الراشده. يعني كان بالتاريخ الاسلامي؟ التاريخ الاسلامي. طيب شنو ابرز الفصول والمباحث بها؟ ابرز الفصول يعني اول شيء يعني هم اسمائهم تجبدها تسوي جدول يعني احوالهم الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه شلون كانوا. اي الفتوحات الاسلاميه اللي شاركوا بها شلون كان تعاملهم ويا النبي عليه الصلاه والسلام بالبدايه. افكارهم يعني اللي طلعوا بها شنو شلون واجهوا الاحداث اللي صارت يعني بهاي الفتره من عندك من سنه 1 إلى 40 هجرية. فعلا يعني هاي تناولناها كلها. هذه كلها كانت مواضيع رسالتك. اي ايش قد درجة اللي حصلتها بالماجستير؟ حصلت على جيد جدا ما شاء الله. يعني فتشي بصراحة راقع انه ماجستير وجيد جدا الحمد لله. طيب كتابة البحوث من يساعدك بيها؟ والله كتابة البحوث والدتي كانت وياي تقرأ لي هاي هنا هاي نكتب هاي هيش هاي هيش يعني. يعني نطلع المادة نعزلها كان الثقل عليها كله يعني كله على الوالدة. الله يحفظها إن شاء الله. الله يسلمك. تسلم أستاذ عمر الحديث وياك يعني بصراحة راقي وشيق. تسلم. بس راح نطلع فاصل ونرجع. أوكي تمام. مشاهدينا فاصل وراجعين لا تروحون بعيد. ورجعنا لكم مشاهدي قناة آي نيوز والقسم الثاني من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مبصرون مع ضيفنا المجاهد البطل الأستاذ عمر فلاح. حياك الله أستاذ مرة ثانية. حياك الله أستاذ معاذ مرة ثانية. أستاذ عمر حضرتك عندك نشاط اجتماعي وخاصة بقضية ذوي الإعاقة البصرية، يا ريت لو تحكينا عن هذا النشاط. استاذ معاذ انا بالنسبه لي عضو منظمه برايل لتاهيل المكفوفين وضعاف البصر على يعني على الاعلام والعلاقات وبنفس الوقت يعني ادرب على الحاسوب والبرايل. تحس انهم من خلال المنظمه قدرت تقدم شيء لشريحتك؟ والله الحمد لله يعني سواء كان بالمنظمه او خارج المنظمه حتى يتصلون بي من خارج المنظمه اذا يحتاجون شيء او وذكرت فقط انه اذا لاحظت انت بالويندوز 11 نعم يعني نزلوا فد اصوات كلش يعني راقيه صار عليها استعراض. جماعه طلبوا مني اتصلت بشركه مايكروسوفت قلت لهم انه هذه الاصوات يعني اللي نزلتوها يا ريت تكون معانا بويندوز 10 وحتى نستخدمها بالكور فويسز حتى تكون متاحه للكل. جميل. اي قبل يومين هذا الحكي. واكو ويانا ولد هم يعني كان يوسف من الموصل يوسف العزو وغيره. نعم تحياتنا لهم. تحياتنا لهم كلهم. هم يعني قالوا احنا راح نبادر من يمنا حتى اذا صارت طلبات هوايه هو من انت من تتصل بهم يفتحوا لك فشي يسموه الكيس نمبر. هذا الكيس نمبر شنو؟ يعطوك تايتل للطلب مالك او فد رقم. تقدر عن طريقهم تتواصل عن طريق التواصل وياهم. جميل.
طيب عندك نشاطات يعني سواء محلية أو خارج القطر يعني كمؤتمرات كدورات مثلا؟ والله اشتركنا بمؤتمرات اثنين، مؤتمر بالقاهرة 2017 وبقطر 2018. جميل. حول شنو ذني كان المؤتمرات؟ المؤتمر اللي كان بالقاهرة بالدرجة الأولى، يعني احنا كنا هم حضرنا به، كان على المرأة الكفيفة وأحوالها، وبال 19/18 كان مؤتمر مال الاتحاد العربي للمكفوفين بالدوحة. بالدوحة صار هم على هذه المسائل. يعني نفس الموضوع، فكرة المال. لا، العنوان غير عنوان. جميل. بس هو المحور نفسه. جميل، بس العنوان تغير. تغير ايه. طيب استاذ عمر، اذا اريد ارجع وياك للجامعة، من سويت عنك سيرتش وصلتني فد معلومة انه حضرتك لما تحضر المحاضرة لطلابك تحفظها بالبيت وتجي تلقيها، يعني ما تستخدم فد طريقة. زين، السؤال هنا، عادة الجامعة الأستاذ أكو مصادر راح يستدل بيها، أكو آراء لباحثين لمؤرخين كذا، شلون تقدر تحفظ كل هذه وأنت واثق من نفسك، يعني بحيث تجي على المنصة وتلقي محاضرة كاملة؟ تلقي محاضرة كاملة، أنت بالبداية عندك منهج تمشي عليه، وأنت إذا تريد تضيف له شيء تضيف له من يمك، وتعرف أنت مرور الوقت تنحفظ المادة، هي مواد بسيطة يعني. مو تقول مثلا فيك المواد الصعبه مثل من بالدراسات العليا تقعد كل محاضره ساعه ونص وساعتين، هي كلها 40 دقيقه على بعضها يعني. اي بس اكو ناس يشوف حتى هاي 40 دقيقه هوايه. لا والله، مره تخلص وما تحس بيها. سبحان الله، من قد ما تندمج بالدرس والمحاضره تخلص وما تحس بيها. سؤال من هنا، نقاش من هنا، كلام من هنا، صح. اي تخلص انت، مو بس محاضره كلها، بس انت وحدك اللي ممكن تسال، تشوف تفاعلهم وياك. صح، هذا كله بالحساب. ممكن هم يسألوك. اها. طيب استاذ عمر، عادة يعني محاضراتك او مصادرك او كذا بطريقة برايل مكتوبة لو تستخدم اللابتوب؟ لا، باللابتوب. اها، تشوف افضل يعني واسهل لك؟ والله الصراحة غير. الصراحة البرايل كله افضل من السماع. اها، بس تعرف انت التقنيات مالته غالية. صحيح. اي غالية غالية يعني، مو بالذات هسه بعد ما صعد الدولار شوية أثر علينا كلنا يعني. فعلا. أي. طيب شلون تنقل المادة من الكتب العادية لللابتوب؟ ما عن طريق المكتبة الشاملة، أو تنزلها من الإنترنت، تلقيها مطبوعة بصيغة وورد، تنزلها على اللابتوب. طيب أستاذ عمر، أنت اختصاصك تاريخ إسلامي، شنو الدافع اللي خلاك تتخصص بهالمجال؟ يعني مثلا لانه انت كفيف، لو اكو فدافع ثاني؟ لا، اكو دافع ثاني. هي يعني تعرف مصادر التاريخ الاسلامي هوايه، وبالذات المكتبات اللي تنزل يعني سواء كان اقراص او من المواقع مالتها، تلقى بيها يعني ماده هوايه، فما تتعب مثل المعاصر والحديث. اي فعلا، ولهذا السبب رحت للتاريخ الاسلامي. هذا السبب. طيب تحس يعني لبى رغبتك او طموحك لو تحس انه بداخلك انت غير شيء تريد؟ والله اذا على حكي قبل او هسه؟ لا، خلينا على حكي قبل. يعني انت من قررت تقدم ماستر، اي يعني انت في داخل استاذ عمر انه هو راح للتاريخ الاسلامي على الرغبه 100%، لو نتيجه هذا الظرف انه كثر مصادر او كذا؟ لا والله، هم يعني هو هم سهل وحلو يعني. اها. اي يعني ما كان في بالك فد شيء اخر تتمنى تروح له لولا سهولة التاريخ الاسلامي؟ لا، ما ببالي. اها. طيب استاذ عمر، وين تشوف علاقاتك الاجتماعية اكثر ما بين المكفوفين لو غيرهم؟ والله ويا الكل يعني، بس تعرف بالشرايح الاخرى يكون شوية تكون اوسع. اها. اي. طيب بالوسط الجامعي، يعني هو اكثر مكان لك به علاقات، لو مثلا ممكن بالمنطقه، ممكن بالاقارب؟ لا، بالوسط الجامعي، بالكليه وبالمنظمه همين. اها. يعني ذن خلينا نقول هن المحورين الاساسيين لك. اي هن بني المر. طيب استاذ عمر، حضرتك متزوج، الناس هوايه ما تتخيل الكفيف يقدر يتزوج، ما واجهت فد عقبه بهذا الموضوع؟ هاي اعتيادية، ماكو واحد ما مر بيها. اها. اي يعني
مثلا الرفض والكذا هذا تحصيل حاصل يعني واحد أو مو الأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إلى أن الله يسهل وتصير. أها طيب شلون قدرت تعبر هذه العقبة أنه تقنع يعني أهل زوجتك وتقنع زوجتك أنه أستاذ عمر حالة حال أي رجل؟ يعني لابد هي استغربت، لابد أهلها استغربوا وكذا. شوف اللي جديد اللي ما يعرف بهاي الحالة وما مطلع عليها يحسها شيء غريب. اي بس إذا واحد عنده أوليات عن هذا الشيء يعني يحسه عادي ما بي أي شيء. تمام. كانوا عندهم أوليات يعني زوجتك أو أهلها؟ اي عندهم أوليات. ها يعني يعرفون كفيف قبلك؟ اي يعرفون هاي الحالة شايفيها يعني وسامعين عنها. فما مستغربين. أي. طبعا انا ليش اسالك هذا السؤال؟ لان هذا السؤال هو احنا نحكي بلسان حال المجتمع. لا هذا واقع حال هذا. فاحنا حتى نوضح للمجتمع انه ممكن الكفيف يمشي اموره. الحمد لله. طيب شو تشوف نفسك كاب؟ تحس نفسك وين ناجح اكثر، كاب او كاستاذ جامعي او كناشط؟ والله كل مجال وله يعني وضعه. الحمد لله كل زينات يعني. الحمد لله. ما حسيت انه عائلتك حسوا بيك انه انت فت حاله غريبه ولازم يتعاملونك تعامل خاص وكذا؟ لا عادي يعني انا حتى من كنا صغار يعني اكو هواي اشياء مثلا يعلموني عليها يوصفوا لي اياها حتى تكون عندي صوره كامله لهذا الشيء. لا انا اقصد يعني عائلتك مثلا، ابنائك يعني مثل اطفالك او عائلتك يعني. لا زين الحمد لله يعني انا عندي بنتي هسه بالخامس ابتدائي. الله يحفظها ان شاء الله. الله يسلمك. هي الكبيره؟ هي ميسرة. الله يحفظها ان شاء الله. يعني تعرف يعني هاي تعرف مثلا هالشيء مثلا اذا حاجه تاخذني هي عليها تقول لي، تاخذ مثلا ايدي تقول لي هذا هيك هذا هيك، ويقولون البنيه حنينه تحس بهذا الشيء من بنتك. لا الحمد لله. الله يحفظها ان شاء الله. الله يسلمك. طيب استاذ عمر، ابرز يعني خارج موضوع الدراسه مثلا اكو اسئله غريبه اكيد تعرفت لها، ابرز هاي الاسئله اذا فت سؤال بقى ببالك او دائما يتكرر عليك فت سؤال غريب كذا؟ إذا هي على أسئلة غريبة فإنها هواية يعني. إيه ممكن أسئلة بعضها حتى طريف يعني. إي يعني مثلا من ضمنها يعني أنت هم تجيك أحلام؟ أنا ليش سألتك هذا السؤال؟ سبحان الله أجا في بالي وردت أسألك إياه. يعني مثلا تجيك أحلام؟ أقول له إيه عادي. قال لي يعني شلون أنت همين أشوف بالحلم أو هذا؟ قلت له شوف أقول لك شغلة، واحد سألني هذا السؤال هو يعني خوش ولد. اي بس ما يعرف يجهل الموضوع. اي ما عنده اطلاع على الشيء هذا. قلت له شوف يجيني بس مثل ما هسه انت قاعد يمي ودا احكي وياك ما اشوف شكلك بس. هذا لما نقول الشخص اللي يشوف بالحلم هذا اللي كان عنده نظر ويروح نظره ممكن انه يحلم هو انه هو دا يشوف شو اسمه صحيح الشخص او الحدث اللي يمر به بالمنام ماله. صحيح. يعني خلينا نقول انه اللي انت وضعك بالواقع هو راح ينتقل للحلم. ينتقل بالضبط. جميل. استاذ عمر قبل لا يخلص وقتنا، انت تجيد اللغه الانجليزيه؟ الحمد لله. وانت كفيف، كيف تعلمت اللغه الانجليزيه؟ والله اعتمدت اعتماد كلي تقريبا على البي بي سي من كانت يعني في وقتها. كانت عندهم يوميه سلسله مال تعليم لغه، كنت اسجلهم على كاسيتات، كنت اشتري كاسيتات واسجلهم وارد اسمعها مره ثانيه. اي طيب هاي شلون تقدر تقسم وقتك ما بين الدراسه واللغه الانجليزيه؟ الانجليزيه وقتها كان عاده بالليل اكون مكمل كل شيء. اي يعني خلينا نقول وقت نقاهه بالنسبه لك او وقت راحه. وقت استراحتي كانت. وحتى طيب. كان اكو درس سلسله عندهم اسمها اوتلوك. طيب. مو من نفس هذا المتصفح الاوتلوك مال مايكروسوفت. نعم. اي نعم. كان يطلع يوميا ب3:30 على البي بي سي الانجليزيه عن ثقافات الشعوب. جميل. هذا كان برنامج كلش جميل كنت اتابعه يعني. طيب استاذ عمر ممكن حضرتك يعني تقول فت كلمه اخيره للمشاهدين باللغه الانجليزيه وبعدين نترجمها للعربيه. اوكي ولا يهمك. تمام. نقدر نقول at the end of this interview I would like to thank the working team of iNews for interviewing me in this meeting wishing them all the best and everlasting success. يعني قلت لك في نهايه هذا اللقاء انا اشكر كادر iNews اللي اتاح لي الفرصه بان اكون مستضاف من قبلهم واتمنى لهم النجاح والموفقيه الدائمه.
الله يحفظك استاذ عمار. الله يسلمك. تسلم. وانا جدا سعيد بلقائك. والله اللقاء وياك صراحه خلص بسرعه يعني. اي والله ما حسينا بالوقت. ما حسينا بالوقت يعني. يرادنا داس ثاني. والله هم لعبتها والله. نسوي لنا جزء ثاني الراد. اي ولا يهمك. ربي يحفظك ويبارك فيك استاذ عمار، وانا جدا سعيد بلقائك. وانا ايضا سعيد بلقائك وبالكادر وبكل اللي وياني. الله يحفظك ونتمنى لك الموفقيه. وشكرا لكم مشاهدي قناة آي نيوز على حسن المشاهدة، وإلى حلقة أخرى وضيف آخر، أقول لكم مع السلامة.